بالنسبة للتوعية الجنسية عند الأطفال أو الأولاد، للأسف مش هنقدر نوصل لها حاليا، لأن الأب والأم أصلا ناقصين توعية جنسية لأن هم متعلموهاش. المفروض تبقى برنامج في المدرسة يبدأ من سنة 5 ابتدائي أو 4. إزاي لما بنسأل إزاي الأب والأم بيعملوا الأولاد، اللي بيقول لقاهم على باب الجامع واللي بيقول لقاهم في الغيط، طبعا عيب ان احنا نقول لاولادنا ازاي الاولاد بتتعمل. لما البنت بتسال ليه اخوها عنده حاجه زياده عنها، ما بنقولهاش للسبب. لازم التوعيه الجنسيه دي تتاخد في درس علوم، زي العلوم، زي ما بناخد الجهاز التناسلي، زي ما بناخد الجهاز التنفسي. ان ده لما من سنة 5 لسنة 3 اعدادي، اللي هي للأسف بتصاحب مرحلة البلوغ، بيسبقها الأفكار السيئة والغلط والإباحية اللي بنواجهها في الشارع. فطبعا الولد أو البنت بيحصل عندهم حبة لخبطة في الفكر، وبيبدأ من هنا معرفة ان ده تابو، واي حاجة تابو مش هنتعرض لها. فللأسف احنا لازم نبدأ فكر جديد ببرنامج دراسي جديد من سنة 4 و5 ابتدائي، علشان على الاقل لما يتعرضوا للافكار الوحشة اللي في الشارع ما يبقوا عارفين ان ايه الغلط من الصح، وايه اللي عيب من اللي وحرام من الصح.